بسم الله، النهاردة إن شاء الله هنشرح منهج جامب أبورد جريد 5 يونت 4، وعنوان الوحدة The Mountain الجبل. Number 1 listen and read، استمع واقرأ. Why is it difficult to reach the mountain؟ لماذا من الصعب الوصول إلى الجبل؟ You've already found the first clue، said Gretch. قال لهم Gretch، أنتم بالفعل وجدتوا مفتاح حل اللغز الأول. If you reach the top of the mountain, you'll find the next clue. وإذا وصلت إلى قمة الجبل، سوف تجدون المفتاح التالي. It's a gold tray. وهو عبارة عن صينية ذهبية. Let's go, said Matt. وقال مات، هيا بنا نذهب. Hang on, said Gretch. وقال Gretch، انتظر. It isn't so easy. إنها ليست بهذه السهولة. There are some dangers. يوجد بعض الأخطار. If you climb up that tree, the snake will bite you. إذا تسلقت الشجرة، الثعبان سوف يعضك. If you climb up the ladder, the wasps will sting you. إذا تسلقت السلم، الدبابير سوف تلسعك. If you go through the gate, the spider will bite you. إذا ذهبت من خلال البوابة، العنكبوت سوف يعضك. If you walk over the bridge, the tiger will eat you. إذا مشيت عبر الجسر أو الكوبري، النمر سوف يأكلك. If you swim across the river, the crocodile will eat you. إذا سبحت عبر النهر، التمساح سوف يأكلك. Good luck، حظ سعيد. You'll definitely need it to reach the mountain and get the tree. أنتم بالفعل تحتاجون، يعني محتاجين الحظ السعيد عشان توصلوا إلى الجبل وتحصلوا على التري اللي هي الصينية. وهنا عندنا قاعدة if، إذا أو لو، اللي هي الحالة الأولى. هنشوف الفيديو دوت اللي بيشرح قاعدة if، وبعدين نرجع تاني نشرح باقي الليسنز الدروس. بسم الله، النهاردة إن شاء الله هنشرح الكونديشنال سنتنسز، الجمل الشرطية باستخدام if. أول حاجة عايزين نعرف يعني إيه if. if معناها إذا أو لو، وبيجي بعد if جملتين. الجملة الأولى اسمها الجملة الشرطية، والجملة الثانية اسمها جملة جواب الشرط. يعني مثلا إذا في أب بيكلم ابنه وبيقول له إذا حصلت على درجات عالية، هنا إذا جت وبعدها جملة الشرط، إذا جبت درجات عالية في الامتحان إيه اللي هيحصل؟ إيه جواب الشرط؟ سوف أحضر لك هدية، هجيب لك هدية. يبقى إف بيجي بعدها جملة الشرط، بعدين الجملة الثانية جواب الشرط. تاني حاجة عايز أعرفها عن قاعدة إف، كام حالة لقاعدة إف؟ عندي أربع حالات لقاعدة إف: الحالة صفر، الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة. وهناخد كل حالة بالتفصيل، بس لازم أعرف عن كل حالة بتتكون من إيه وبتدل على إيه. الحالة الأولى بتتكون من إيه؟ بتتكون من إف بلس بريزنت سيمبل، مضارع بسيط للتصريف الأول للفعل. الجملة الثانية فيوتشر سيمبل، مستقبل بسيط، اللي بتتكون من ويل بلس مصدر الفعل. طيب بتعبر عن ايه؟ ليه بستخدم الحالة الأولى؟ الحالة الأولى بتعبر عن حدث محتمل حدوثه في المستقبل بنسبة كبيرة، تصل إلى نسبة مثلا 90%. يعني الحالة صفر كان نسبة حدوث الحدث 100%، لكن الحالة الأولى نسبة حدوث الحدث كبيرة تصل إلى 90%. ناخد مثال عشان نوضح الحالة الأولى. If you study hard, you will pass the exam. إذا ذاكرت بجد سوف تنجح في الامتحان. هنا نسبة حدوث الحدث 90%، لو ذاكرت أي طالب بيذاكر وبيجتهد بينجح، بس ممكن مثلا ليه بقى 10% إن ممكن ما يحصلش الحدث؟ لأن في بعض مثلا ممكن واحد يكون بيذاكر كل حاجة ويحصل ظروف طارئة أو يمرض أيام الامتحان فما يدخلش الامتحان فما ينجحش، لكن بنسبة 90% أو بنسبة كبيرة جدا في المستقبل الحدث محتمل حدوثه. وناخد مثال آخر على الحالة الأولى، مدرس بيكلم أحد الطلبة اللي بيجوا متأخرين على الحصة بيقول له If you come on time, I will bring you a gift. إذا حضرت في الوقت المحدد سوف أحضر لك هدية. نسبة حدوث الحدث في المستقبل 90%. يبقى الحالة الأولى حدث محتمل حدوثه في المستقبل بنسبة 90% إذا تحقق الشرط. Listen to الدرس الثاني. Number 1 listen and read the story then act it out. استمع واقرأ القصة ثم مثلها. If we leave the ice cream here, the wasps will come and eat it. وهنا ميجان بتقول إذا تركنا الآيس كريم هنا فإن الدبابير سوف تأتي لتأكله. فرد عليها مات قال لها Then we can climb over the wall. ثم نستطيع أن نتسلق على هذا الحائط. But what about the river؟ ولكن ماذا عن النهر؟
There is a crocodile in it. يوجد هناك تمساح. I've got an idea. If we bring the ladder with us, we'll be okay. وقال مات: أنا لدي فكرة. إذا أحضرنا معنا السلم، فسوف يكون كل شيء على ما يرام. فردت ميغان، قالت له: Why do we need the ladder? There isn't another wall. لماذا نحن نحتاج السلم؟ لا يوجد أي حوائط أخرى. We can use the ladder to make a bridge. وهنا قال لها مات: نحن نستطيع أن نستخدم السلم لعمل جسر أو كوبري. If we cross here, the tiger won't eat us. إذا عبرنا من هنا فإن النمر لن يستطيع أن يأكلنا. That's great. But be careful, don't fall in. فقالت له ميغان: هذا شيء عظيم، ولكن احترس ولا تقع. I'm exhausted. وهنا ميغان بتقول: أنا منهكة. فرد عليها مات، قال لها: Me too، وأنا أيضا. But at least we have got the second clue. ولكن على الأقل حصلنا على مفتاح حل اللغز الثاني، اللي هو إيه؟ Golden tray، اللي هو الصينية الذهبية. Number two, complete using will or won't. كمل هذه الجمل باستخدام will سوف أو won't سوف لن. Number one, أول واحدة محلولة. If the wasps eat the ice cream, they won't sting Matt and Megan. إذا الدبابير أكلوا الآيس كريم، فإنهم سوف لن يقوموا بلدغ مات وميغان. Number two, if Matt and Megan take the ladder with them, they will be okay. إذا مات وميغان أخذوا معهم السلم، فإنهم سوف يكونوا على ما يرام. Number three, if they aren't careful, they will fall in the river. إذا لم يكونوا حريصين، فإنهم سوف يقعون في النهر. Number four, if they fall in the river, the crocodile will eat them. إذا وقعوا في النار، فإن التماسيح سوف تأكلهم. Number five, if they don't find all the clues, they won't get home again. إذا لم يحصلوا على كل مفاتيح حل الألغاز، فإنهم سوف لن يصلوا إلى بيتهم أو وطنهم مرة أخرى. وهنا عندي آخر حاجة. Find the phrases in the story with these meanings. اوجد العبارات اللي موجودة في القصة اللي بتساوي الجمل التالية. أول عبارة: That's very good. هذا جيد جدا. بتساويه في القصة: That's great. هذا عظيم. تاني expression: I'm very tired. أنا متعب جدا. بتساوي: I'm exhausted. أنا منهك. وهنا عندي الH silent. Lesson 3، الدرس الثالث: Vocabulary، الكلمات. Number 1، Choose a phrase from the chart to complete each sentence. اختار عبارة من هذا الشكل التالي لكي تكمل الجمل. Get some money، يحصل على بعض الأموال. Get a new bike، يحصل على دراجة جديدة. Get a phone call، يجري مكالمة هاتفية. Get wet، يتبلل. Get cold، يبرد. Get lost، يتوه. Get to school، يصل إلى المدرسة. Get home، يصل إلى البيت. Get to the airport، يصل إلى المطار. Number one، if I get some money for my birthday، I'll buy a CD. إذا حصلت على أموال في عيد ميلادي، سوف أشتري أسطوانة. Number two، if we get cold later، we'll light the fire. إذا شعرنا بالبرد فيما بعد، نحن سوف نشعل نارا. Number three، if we get to the airport late، we'll miss our flight. إذا وصلنا إلى المطار متأخرين، فسوف نضيع الرحلة الجوية. Number two، complete in your own words as the phrases to the chatting activity. كمل ما يلي بكلمات من عندك وأضفها إلى الشكل الموجود في التدريب. Number one، if you get hungry, you'll buy a sandwich. إذا شعرت بالجوع، فإنك سوف تشتري سندويتش. Number two، if I get a bad school report, my father will punish me. إذا حصلت على درجات سيئة في الشهادة، فإن والدي سوف يعاقبني. Number three، if we get to the fast stop late, we will miss our journey. إذا وصلنا إلى موقف أتوبيس متأخرين، فإننا سوف نفقد رحلتنا. Number four، if she doesn't get an invitation, she won't come to the party.
إذا لم تحصل على دعوة فإنها لن تأتي إلى الحفلة. Number 5. If you get scared, you won't finish the film. إذا شعرت بالخوف فإنك لن تستطيع أن تكمل الفيلم. Number 6. If we get to the cinema early, we will sit in the front. إذا وصلنا إلى السينما مبكرين فإننا سوف نجلس في المقدمة. Number 3. Read and complete, then listen and sing. اقرأ وكمل ثم استمع وغني. A friend like me, صديق مثلي. وهنستخدم كلمات get sad يعني يحزن, get $50 يحصل على $50, get a brand new car يحصل على سيارة ماركة جديدة. A friend like me, صديق مثلي. If I get $50, I'll give you $25. إذا حصلت على $50 فسوف أعطيك 25 منهم. If I get a brand new car, I'll take you for a drive. إذا حصلت على سيارة ماركة جديدة فإنني سوف أقوم بتوصيلك. And if you get sad every now and then, وإذا كنت حزينا الآن وفي الماضي, I'll tell you a joke and you'll smile again. فسوف أقول لك نكتة وسوف تضحك مرة أخرى. You know, you're never really alone when you have a friend like me. أنت تعرف, أنت أبدا لن تكون وحيدا عندما يكون لديك صديقا مثلي. Listen for الدرس الرابع. Bright Spark, Spark الذكية. Number 1. Read and match. اقرأ ووصل. Number 1. Turn off the tap when you brush your teeth. اغلق الحنفية عندما تقوم بغسل أسنانك. If you don't turn it off, you'll waste about 20 liters of water. إذا لم تفعل ذلك فإنك سوف تضيع 20 لتر من المياه. دي تكون نمبر C. Number 2. Cars cause pollution. السيارات تسبب التلوث. If you walk or ride a bike, you'll reduce pollution. إذا قمت بركوب دراجة أو مشيت فإنك سوف تقلل التلوث. And you'll be healthier too. وسوف تكون بصحة أفضل أيضا. دي هتكون number D. Number 3. A bath uses 160 liters of water. الاستحمام في حوض استحمام اللي هو البانيو بيستهلك حوالي 160 لتر من المياه. A shower uses 60 liters. أما الاستحمام بالشاور اللي هو الدش فإنه يستهلك 60 لتر فقط. If you have a shower instead of a bath, إذا قمت بالاستحمام بالشاور اللي هو الدش بدلا من البانيو, you'll save 100 liters of water. فإنك سوف توفر 100 لتر من المياه. دي الصورة اللي هي رقم A. Number 4. Buy drinks in glass bottles or aluminium cans. اشتري مشروبات في زجاجات من الزجاج أو زجاجات من الألومنيوم. You can recycle them. لأنك تستطيع أن تعيد تصنيعهم. You can't recycle plastic bottles. أنت لا تستطيع أن تعيد تصنيع الزجاجات البلاستيكية. وده تكون رقم E. Number 5. Recycle newspapers and magazines. أعد استخدام وتصنيع الصحف والمجلات. If you recycle paper, you'll save trees. إذا قمت بإعادة تصنيع الأوراق فإنك سوف تنقذ الأشجار. ده هتكون رقم B. Number 2. Match. Number 1. If you turn off the tap when you brush your teeth, إذا قمت بغلق الحنفية عندما تقوم بغسل أسنانك, دي محلول اللي هي رقم B, you'll save water. سوف تقوم بتوفير المياه. Number 2. If you go everywhere by car, إذا ذهبت إلى كل مكان بالسيارة, هناخد معها C, you'll cause pollution. فإنك سوف تسبب التلوث. Number 3. If you always have bath, إذا قمت بالاستحمام في البانيو بشكل دائم, هناخد معها E, you won't save water, فإنك لن توفر المياه. Number 4, if you buy drinks in glass bottles, إذا قمت بشراء مشروبات في زجاجات زجاجية, ناخد معها A, you'll be able to recycle them, فإنك سوف تكون قادرا على أن تعيد تصنيعهم. Number 5, if you recycle magazines, إذا قمت بإعادة تصنيع المجلات, هناخد معها D, you'll save trees, فإنك سوف تنقذ الأشجار. Number 3. Make signs for your home or school. قم بعمل لافتات
لبيتك أو لمدرستك. أول لافتة بتقول don't put glass in the bin, recycle it. لا تضع الزجاج في سلة المهملات ولكن أعد تصنيعها. تاني سورة don't waste water, لا تضيع المياه, turn off the tap, اغلق الحنفية. السورة التالتة save electricity, turn off the light, وفر الكهرباء واغلق النور. وبكده نكون خلصنا أول 4 lessons, أول 4 دروس. See you later, أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.